فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إخوتي الكراء الكرام، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم أنجي اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسالم بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مدر وبعث عليه. هناك بعض الفصول، فصل قد اعترض هذا قوم بقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، آسف، قول خباب رضي الله عنه أرضاه أنه قال ألا تدعو لنا أن يكفينا الله من هؤلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا دعا لأقوام بمكة كانوا يكرهون على الكفر. خباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن خباب يقال كان يتسخط جلده على النار من شدة التعذيب، فقال له ألا تدعو لنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستنصر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان من قبلكم تحفر له الحفرة ثم يؤخذ وينشر رأسه بالمنشار ولا يرد ذلك عن دينه. ففيه جواز طلب الدعاء من الغير جميعا بأنها مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الناس شيئا، وصحيح أنه يجوز طلب الدعاء من الغير ليس فيها شيء. والحديث وإن كان فيه ضعف قال يا أخي ادعو الله لنا لا تنسانا من فضل دعائك. قالها لعمر بن الخطاب عندما قال له أنه يذهب إلى العمرة. وأيضا لما تكلم على أويس القرني قال أويس رجل من قرن ثم من مراد، كان له أم هو بها بار، فقال هو بها بار، فقال من استطاع منكم أن يستغفر له فليستغفر له. لا 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 مش هيتقطع تاني إن شاء الله، أعرف أنه تقطع لكن لن يتقطع مرة ثانية رضي الله عنك. وفيها فضل الدعاء وأن البلاء يرفع بالدعاء، لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأيضا لقول الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وأما قول سعيد إن عمر موثق على الإسلام كان ذلك قبل أن يسلم أربعة، وكان سعيد ابن عمه وزوج أخته، وحكاية عمر في دخوله عليهم وسماعه القراءة وشج سعيد واغتساله وإسلامه مشهور جدا. رواه ابن هشام في سيرته، وإن كان بعض العلماء يرون أن قصة إسلامه بسماعه بسورة طه أنها ضعيفة، لكن في السير دائما لا تجديد، في السير الأصل في ذلك لا تجديد. أما في قول حديث خباب وهو متوسط المبوردة قال داودي هي المئزر وإنما كان الرداء، قال جوهري إنها كساء أسود مربع فيه صورة تلبس العرب، والجمع برد، والبرد جمع برد بغير هاء على وزن فعل، وجمعه برود وأبراد، والمئشار مهموس من أشرط الخشبة. كتاب الإكراه باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر. قال المصنف حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة. من أبو قلابة؟ عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله،
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغضب في النار. هذا على تبويب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر. هنا الترجمة الحديث مطابق، لأنه قالوا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغضب في النار، يعني لو قتل لا يعود للكفر، ألقى في النار لا يعود للكفر، لا يعود للكفر. وهذا حديث عظيم، أيضا يبين أن الإكراه يمكن للإنسان فيه أن يأخذ بالعزيمة أو يأخذ بالرخصة، يعني لو أكره على كلمة الكفر فله طريقان، الطريق الأول أن يأخذ بالرخصة وأن يتكلم بكلمة الكفر، شريطة أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، مطمئنا بالإيمان. ولذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار كيف وجدت قلبك عندما جاءه يبكي ويقول أرغموني على الكلام فيك فتكلمت، قال كيف وجدت قلبك، قال قلبي مطمئن بالإيمان. نعم عبد الله بن زيد الجرمي امتاز مصرح رضي الله عنه، قال قلبي مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. وأما بلال فقد أرغموه على الكلمة في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل، وما أعطاهم ما أرادوا، وما زاد عن كلمته التي غيظتهم جدا أحد حتى أنقذ الله من أيديهم. فهنا الإكراه على النطق بكلمة الكفر عليكم السلام عليكم، إما أن يأخذ بالعزيمة وإما أن يأخذ بالرخصة. فإن أخذ بالعزيمة كان أرفع درجة عند الله جل في علاه، لأنه يغيظ الكفار بذلك، وإن أخذ بالرخصة له أن يأخذ بالرخصة. ولا شيء عليه. ولذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ثلاثة ما كنا فيه وجد فيها بهن حلاوة الإيمان، وفيها دلالة على أن للإيمان حلاوة وعلى أن الإنسان يسعى إلى حلاوة الإيمان. وأصل حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني الشرح قد يطول جدا في هذه المسألة، لكني سأقول كلمة موجزة أو موجزة يعقل منها ما وراءها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن تجعل الله ورسوله أصل، وتجعل كل الدنيا بعدها فرع، وكلما تعارض الفرع مع الأصل قدم الأصل. لا تعطوا ربكم الفضل من الوقت، أعطوه كل شيء وجعلوا لأنفسكم الفضلة. الله الله يرضى عنك يا أحمد، كم أسعدني ما كتبت الآن، وكم يعلم الله جل وعلا أنني كنت أتمنى أكون نعلا في رجل يوسف المنتشفين. الله اجعلنا من نسله واجعلنا من الذين ينصرون الله ورسوله. فأن تجعل لله الأصل وتجعل لبيتك لأهلك لوالدك لنفسك الفضلة، وهذا هو الأصل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الكون لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، سيأتيك. فالله هو الأصل، الله ورسوله الأصل، دين الله هو الأصل، والباقي كله فرع. تأتي الفوائد المستنبطة إن شاء الله بختام الباب. وفي أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.